ازاي تهتمي بنفسك وسط سحله العيال؟ كملي الفيديو معايا للاخر وانت تعرفي. اكبر غلط الستات بتعمله انها بتهمل في نفسها وبحجه العيال. بحجه العيال، وتفضلي تقولي العيال تعبني، العيال هلكني، العيال سحلني. الاهتمام بنفسك ملوش علاقه بالعيال. الست المهتميه بنفسها وشايفه نفسها بتبقى كده من صغرها وبتكبر على كده حتى لو معاها 4 5 عيال. ليه تدفني جمالك وشبابك بسبب اهمالك في نفسك؟ في حاجات بسيطة تقدري تعمليها تغيري من نفسك وتطوري والدنيا اتغيرت، وبقى الاهتمام بالنفس سهل مش صعب. عواقب الاهمال في نفسك بقى انك بتعجزي بدري قبل اوانك، على الرغم من ان ممكن يكون سنك صغير، على طول مكتئبة ومحتاسة ومدهولة كده في نفسك، ولا بتبقي عارفة راسك من رجليك، طول النهار بتلفي حوالين نفسك وما انتش عارفة لا منك بتخلصي اللي وراكي ولا منك بتهتمي بنفسك، وعلى طول بتأجلي حاجات ما ينفعش تتأجل، وتفضلي تقولي لنفسك بعدين بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى عندك؟ قوليلي هيجي امتى. في حاجات كلنا بنغلط فيها، انك دايما بتعودي جوزك ان مش مشكلة انا نأجلها عشان العيال، مش مشكلة دلوقتي، خلاص انا هاجي على نفسي عشان العيال، وده اكبر غلط. لما بتعودي جوزك ان اهتمامك بنفسك ده من الاولويات، بيبقى عارف من اول ما تجوزك ان انت ليكي مبلغ خاص، ده الاهتمامك بنفسك، ان انت بيبقى ليكي مبلغ خاص ده الاهتمامك بنفسك، بيفضل كده العمر كله متعود عليه، ما بيقولكيش لا في يوم. لكن الست اللي بتتنازل في اول مره بتتنازل بقيه حياتها. وبعدين في الاول وفي الاخر اهتمامك الشخصي ده ليكي وليه، يعني لازم يدفع عشان يلاقي، علشان ما يبصش بره ابو عين زايره، نحافظ عليه انه يبص جوه البيت مش بره البيت. في حاجات بسيطه بتعمليها بتغير من شكلك خالص، لبسك دايما يبقى نظيف وحلو، ريحتك دايما تبقى حلوه، اشتري بادي سبلاش، اشتري بارفان، اسبراي، اللي في مقدرتك. لازم يكون عندك حاجه بترشيها تخلي دايما ريحتك حلوه، وده طبعا كله جوه البيت عشان ما حدش يقول لي بره البيت حرام. انتوا كلكم عارفين ان الحاجات دي بتتحط جوه البيت. والنظافه الشخصيه دي اهم حاجه. عندك السويت بتوجع، عندك البراون اقل وجع شويه، لا بتوجعني برضو، خلاص عندك الشيفنج مفيش حاجه تاني، كل الحلول موجوده عشان ما يبقاش ليكي حج. مشوارك وافر ده بقى لو انت بتشتغلي روحي مع نفسك وحاسبي مع نفسك، لكن لو انت بتشتغليش وهو طبعا هيعمل جنتل وهيدفع لك وهيديكي، يا ليله يا نهار شهيصه، روحي طبعا بدون تفكير، اعملي كل حاجه، باديكير ومانيكير واعملي شعرك، اعملي كل حاجه، ظبطي حواجبك، كله تطلعي منوره بس على البيت، وما تقليش على الراجل وبلاش المشوار ده كل اسبوع، خليها في المناسبات او كل فين وفين. وانت اللي تقدري تعمليه في البيت اعمليه في البيت. دلوقتي كل حاجه الباديكير وكل حاجه الكوافير في كل البيوت، يعني هتقدري تعمليه في البيت لو انت مش مقتدره انك تروحي الكوافير، اشتري كل شهر حاجه من حاجه الكوافير وهتبقى عندك في البيت، واستخدميها واعمليها. اهم حاجه من كل اللي قلناه انك ما تنسيش نفسك وسط سحله العيال. العمر والسن بيمروا بيكي وهتندمي لما تلاقي نفسك عجزتي بدري، وتقعدي كده مع نفسك تفكري يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت اهتميت، يا ريتني كنت رحت وجيت، يا ريتني كنت عشت سني. وزي ما قلت قبل كده، خصصي لنفسك يوم في الاسبوع روقي فيه على نفسك، واوعي تنسي اهتمامك بنفسك.